موسيقية جديدة من أمسيات برنامجكم أما بعد استوديو 34 قناة النيل الثقافية، ومعنا كريم عاشور وعماد مكرم في التصوير، بشوي حنا في الإضاءة، والمخرجة نيفين حامد، والإعداد لعلي عفيفي وأحمد راضي. ويسعدني أن أكون معكم طارق عبد الفتاح على مدى ساعتين إلى الربع تقريبا. الحقيقة قبل ما أبدأ أستعرض فقرات اليوم في برنامجكم، أحب أنوه إلى أنه النهاردة بيختتم مهرجان الشوارع الخلفية في الإسكندرية اللي بيقام بالتعاون ما بين فرقة تياترو المسرحية ومكتبة الإسكندرية. هذا المهرجان اللي ربما يمتد في التاريخ لأكثر من 17 سنة كان اسمه الفورم فيما سبق، أو ملتقى الفرق في البحر الأبيض المتوسط، ثم تحول في السنوات الأخيرة إلى الشوارع الخلفية. والحقيقة حدث ثقافي أصبح من ملامح مدينة الإسكندرية الثقافية. قبل ما يبدأ المهرجان في 16 أكتوبر بأيام، كان محافظ الإسكندرية مشكورا زار المسؤولين عن المهرجان وسأل إذا كانوا محتاجين لأي شيء. والحقيقة المسؤولين قالوا له عن المهرجان، قالوا له احنا مش محتاجين فلوس، احنا محتاجين بس توفير أماكن العرض، وده كل اللي بنطلبه. والحقيقة يعني احنا بنشكر محافظ الإسكندرية على نيته الحسنة بأنه هو يبادر بالذهاب لمهرجان ثقافي مهم، ولكن الحقيقة بعد كده حصل أنه المهرجان عانى كثيرا في الحصول على أماكن عرض مناسبة رغم توفر الأماكن ديت في الإسكندرية بكثرة. أيضا لم يتلقى أي دعم مادي. الشيء الثالث أنه هذا المهرجان اسمه الشوارع الخلفية، والعام الماضي كان كل الفرق سواء من مصر أو من أفريقيا أو من كل أنحاء العالم كانت بتقدم عروضها في الشارع، وده شيء مهم جدا للتفاعل مع الإنسان البسيط العادي في الإسكندرية اللي مش متعود على الذهاب للمسرح. هذا العام ألغيت كل عروض الشوارع. يعني هل الهاجس الأمني كان موجود مثلا السنة دي ما كانش موجود السنة اللي فاتت؟ وهل احنا لا نستطيع تأمين مهرجان يعني بعدد عروض يعني ليس بالعدد الضخم حتى لو قدمت في الشارع؟ مسألة تحتاج الى يعني الكثير من الاستفهام. ايضا من ضمن المفارقات اللي حدثت في مهرجان الشوارع الخلفية انه كان في فرقة هولندية بيمثلها ممثل هولندي اسمه برام، وكان جايب معاه جهاز من ابتكار، وهو الجهاز عبارة عن مزيج ما بين البيانو وما بين البوتاجاز وشوية عجائن، وده فلسفة العرض بتاعته انه بيعزف وبيتكلم وبعدين بيطبخ في نفس الوقت، والعرض اسمه دوشة في المطبخ. هذا العرض الحقيقة تعرض لمشكلة. جمارك اسكندرية احتجزت الجهاز ده وسألته هو ايه ده الجهاز ده بتاع ايه، فحاول يشرح لهم، ورغم ان هو جايب دعوة رسمية وفيها تفاصيل الجهاز الا ان هم قالوا له ممنوع ان انت تبقى معاك عجائن لانه اصطحاب اكل ده ممنوع. فقال لهم خلاص خدوا العجائن وسيبوا الجهاز، فقالوا له لا برضو ممنوع، وألغي العرض الهولندي اللي في الحقيقة أنا شفت لقطات منه على اليوتيوب وكان عرض مهم للغاية وعرض جميل. ده برضو علامة استفهام. الأغرب من كده كان في عرض كيني، عرض الكينيا، عرض أكروبات، لأن التيمة الأساسية لهذا المهرجان كانت هي تيمة السيرك، وعرض رشيق جدا. الحقيقة الفرقة الكينية تم احتجازها في المطار لنحو 5 أو 6 ساعات، وإيه السبب يا ترى؟ تم الشك في أنهم ربما يكونوا مهاجرين غير شرعيين لمصر، وده شيء غريب جدا، معهم دعوة رسمية ومعهم تأشيرات وكل الأوراق، دعوة بالإقامة وكل شيء، أوراقهم سليمة، تم احتجازهم. الغريبة أن كينيا اصلا يعني دولة بيذهب اليها الدول الافريقية المجاورة، بيبعتوا ولادهم عشان يتعلموا في كينيا لان التعليم متطور جدا في كينيا. كينيا بترسل خبراءها لدول افريقية مجاورة من اطباء ومهندسين وخلافه لانها عندها كوادر مؤهلة. كينيا مستواها الاقتصادي مرتفع للغاية، يعني يوم ما حد يحب يهاجر منها يعني مش هيهاجر لدولة افريقية اخرى، وهم مش محتاجين للهجرة اغلبهم يعني. فدي برضو علامة استفهام، احنا بنسهل على الفرق ديت اللي هي بنعمل معها تبادل ثقافي ودعم علاقتنا بدول حوض النيل اللي هي قضية امن قومي، ولا بنعقد الامور وبنصعبها على فرقة او على مهرجان مستقل؟
والحقيقة كمان في تساؤل، أين دور وزارة الثقافة في كل هذا؟ يعني هذا مهرجان مستقل لا يكلف الدولة ولا مصر مليم واحد، طيب يعني وفروا لهم أماكن عرض فقط، يعني تعاونوا معاهم، خدوا أجر بسيط، يعني دي وجهة ثقافية ممكن إن إحنا يعني كوزارة ثقافة حتى يعني تختبئ خلفها وتتباهى بمهرجان بيدعم الثقافة وبيواجه الإرهاب. مش إحنا قلنا إن مواجهة الإرهاب بتكون بالثقافة والفن وبالعروض المسرحية والفنية وبالتفاعل مع ثقافات الآخر؟ طيب إحنا بنقول حاجة لكن على أرض الواقع بنعمل شيء تاني. الشيء اللافت للانتباه أيضا واللي يمكن برضو مرتبط برضو بالمهرجان ومرتبط بصورتنا امام العالم كله، مش بس ان احنا احتجزنا عروض ومنعنا ممثلين، لا، صورة مدينة الاسكندرية. مدينة الاسكندرية دي واحدة من اجمل المدن بالطرز المعمارية، المبانيها، بسواحلها، بناسها، بمحلاتها القديمة، بمقاهيها العريقة الكلاسيكية. هذا الجمال عمال يندثر بقاله سنوات طويلة، الحقيقة مش من سنة ولا اتنين ولا خمسة، عمال يندثر، وعمالين بنشوف الاسكندرية بتغرق ومحدش بيلتفت لهذا الغرق. لما شواطئ الاسكندرية تبقى هي ايضا بتعاني من القمامة، لما نلاقي اكياس بلاستيك وزجاجات فارغة واشياء يعني تزيد من القبح، لما يكون الشواطئ العامة اللي هي مفتوحة للناس، المفترض ان هي مجانية للناس بلا اماكن للاستحمام وبلا عناية، وزجاج متكسر على الشواطئ يعني، ولون المياه نفسه تغير بقى لون رمادي مش عارفين ايه سببه، ورائحة اليود المميزة لمدينة الاسكندرية ايه اللي جرى لها يا ترى؟ الرائحة دي اختفت ليه؟ هل مازال في عمليات صرف في البحر حتى الان؟ فعلا احنا سمعنا ان هي توقفت، لكن شواطئ الاسكندرية ازاي تترك بهذا الشكل؟ وازاي يتم مشاريع لبناء فنادق والاقتطاع شواطئ من اجل الاسفلت؟ يعني ردمنا شواطئ صالحة للسباحة وللاستمتاع للمصيفين المصريين ومن كل انحاء العالم عشان نوسع كورنيش اسكندرية، شيء يدعو الى يعني شيء عبثي جدا. انت بتلغي بحر وشاطئ عشان تعمل اسفلت؟ ده زي بالظبط الاراضي الزراعيه اللي بنبني عليها مباني وبعدين نقول هنستصلح الصحراء. يعني انا لا استطيع ان افهم فعلا انه محافظ الاسكندريه هذا الرجل يعني الوسيم اللي ربنا حباه بجمال في شكله وبسطه في الطول، الجمال لا يتجزا، ازاي يرضى بان هو يعيش في وسط هذا القبح؟ وهل يمكن ان الجمال يتجزأ؟ وهل يمكن ان احنا نترك القبح يحاصر الجمال الى هذا الحد؟ الحقيقة دي كانت اسئلة كانت مهمة جدا تعليقا على مهرجان الشوارع الخلفية اللي بيختتم اليوم. النهاردة هنكون عندنا فقرتين، الفقرة الاولى مع الشاعر سعيد شحاتة والفنان أسامة عباس، والحقيقة هنستمتع بالعزف والموسيقى وهنستمتع بأشعار سعيد شحاتة، لأن الشعر هو ديوان العرب، الشعر هو الثقافة الأصيلة الحقيقية اللي بدأ بيها العرب تاريخهم الحضاري والثقافي، وهنتطرق إلى بعض دواوينه الشعرية، وهنتكلم عن حياته في كفر الشيخ وبحيرة البرولوس وأشياء كثيرة تتعلق بأشعاره الجميلة، وأيضا بحياته واستشرافه ورؤيته لهيئة قصور الثقافة وللدور المفروض تلعبه الثقافة ووزارة الثقافة في هذه المرحلة التاريخية. أيضا هيكون لنا فقرة أخرى حول المهرجان القومي للسينما اللي اتقدم هذا العام في صمت غريب وكأنه مهرجان سري، فوجدنا انه يعني الاقبال الجماهيري كان ضعيف لنقص الدعاية الكافية، حتى حفل الافتتاح الحقيقة حضروا عدد قليل جدا من الجمهور، مش بس غياب من الفنانين يمكن المكرمين فقط اللي حضروا، شابوا العديد من الظواهر الغريبة، لكن ايضا كان في تجارب لشباب مهمة جدا في افلام تسجيلية وروائية قصيرة عبرت عن احلامهم وعن طموحاتهم وايضا عن احباطات مروا بيها وازاي بينظروا للمستقبل في المرحلة القادمة. هيكون ضيفنا الروائي والاعلامي حلمي
عبد المجيد، وهنتكلم ايضا مع الناقد السينمائي كمال القاضي عن العديد من او تقييم شامل للمهرجان القومي للسينما. بعد الفاصل هبدأ مع حضراتكم الفقرة الاولى، وهنستضيف فيها الشاعر سعيد شحاتة والفنان أسامة عباس بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم وأولى فقرات برنامجكم أما بعد. قبل أن نبدأ بنهنئ زميلتنا الأستاذة سعاد سليمان كبيرة المعدين بقناة النيل الثقافية لفوزها بجائزة الملك خوان كارلوس للقصة القصيرة، ألف مبروك. بنبدأ فقرتنا بالترحيب بشاعرنا سعيد شحاتة وعازف الجيتار الأستاذ أسامة عباس، برحب بحضراتكم. برحب بحضراتكم أستاذ سعيد. يعني حضرتك قدمت مجموعة من الدواوين، حوالي 5 أو 6 دواوين كلها بالعامية، وبدأت بديوان حاجات ياما. هل في يعني تيمة ما بتربط الخمس دواوين ببعضهم أو بتتكرر؟ لا، هي تيمة، أغلب التيمة المسيطرة على الشغل عندي هي اللهجة اللي طالعة من بئرة ومحيط بحيرة البرولوس. فهي دي التيمة المسيطرة على الـ على الـ على الـ على معظم شغلي او على الدواوين بتاعتي كلها. وهي دي التيمة اللي اجبرتني على كتابة شعر العامية من بداية كتابة شعر العامية. انا لما بدأت طبعا بكتب شعر فصحى. فطبعا عشان تروح تقول فصحى في البلد عندنا للناس عندنا لاهالينا الصيادين والفلاحين، فالموضوع غير مستحب شوية، فلقيت الموضوع تقيل عليهم. فلا، فأحد يعني أبائنا نصحني نصيحة أنا أخذت بيها وكنت سعيد جدا بالنصيحة، وإلى الآن يعني حاسس بجميل من النصيحة دي. قال لي ما ينفعش أبدا تقول الشعر ده لوالدتك، أنا عايزك تقول قصيدة لوالدتك، عايزك لما تقول قصيدة لوالدتك تشوف الرياكشن بتاعها. هو ما قالش الرياكشن طبعا، رد الفعل بتاعها فعلها. كويس. فبدأت أكتب شعر عامية وبدأ يكون ده يعني بحيرة البرولوس أوحت إليك بالشعر؟ طبعا طبعا، دي مكان يعني أنت وقعت في سحرها وعشقها. طبعا دي مكان فن وإبداع، ومعظم اللي تواجدوا في بحيرة البرولوس سواء يعني لقوا قدر من التعليم أو ما تعلموش، دول موهوبين بالفطرة، شعراء بالفطرة، فنانين بالفطرة. عندنا طبعا بتلاقي ده في الأمثلة بتاع في الأمثال بتوعهم بتاعتهم، في الحكم اللي هم بيمشوا بيها، في الأغاني بتاعت الموالد بتاعتهم، بيتجلى ده قوي في الموالد بالتحديد. فتلاقيهم بيغنوا أغاني جميلة قوي، يعني يقول لها يلي جوزك في المالح طبخ الحمام ده لمين، فترد تقول له طبخه لأمه وأبويا، وبعدين بتقسم ورب العالمين، فيغازلها فيقول لها يلا على الحنفية صنارك شبك فيا، فهي ترد عليه تقول له يا ولا ما هو شكارك بكار المراكبية. ده كل سطر ليه مدلوله. ده دي أغاني بتغنى أثناء الصيد مثلا، ولا أغاني بتغنى أثناء الصيد وأثناء مواكب الموالد عندنا في البلد، وبتغنى بين الناس وبعضها. يعني هي في الفترة الأخيرة بعد طبعا يا بنت يلي جوزك في الملح، يعني طلع يصطاد، يعني طلع البحر يصطاد، يعني غايب عن البيت، بيستنكر عليها بيقول ازاي تعملي حمام وهو طالع بره البيت. طبعا طبخ الحمام ده لمين، فهي عايزه تثبت له بقى، فتقول له طبخ له امه وابويا، وبعدين تقسم بقى ورب العالمين. رب العالمين. احنا هنرجع لقصة بحيرة البرولوس، لكن أسامة عباس الجيتاريست النهاردة يعني بيفاجئنا بان هو جايب معاه جيتاره اللي لسه مصنع، يعني منتهي من تصنيعه بالامس. طب ده رائع. مركب الاوتار ومفنشه مبارح ومركب الاوتار بتاعته مبارح. جميل. طب انت ضامن كده عزفه ولا هتبقى ريسك كده ومغامرة؟ هنشوف. ده الجيتار رقم كام بقى اللي صنعته استاذ أسامة؟ كل ده يعني 13. 13 ما شاء الله ما شاء الله. اتباعوا ال 12 لا طبعا ال 12 من ضمنهم التجارب طبعا بتاعتي. من ضمن الجيتارات ال 12 جيتار اللي قبليه،
فاللي اتباع يعني عدد منهم والباقي كان تجارب للشغل يعني، بس طلعوا نتيجة يعني، بس طبعا مش زي النتيجة اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. انت يعني صناعة الجيتار دي اتعلمتها ازاي؟ والله انا نجار يعني. ماشي، بس الجيتار مش نجارة يعني اصلا، يعني هو جزء منه الخشب. اكيد اكيد اكيد. طبعا كنت بتفرج على ورش عمل كتير من صناع عالميين اغلبيتهم اسبان. فكنت بتفرج على الورش العمل بتاعتهم، الفيديو بتاعهم. فبدات بقى، وطبعا في يعني حاجة الفيديوهات هي اللي فادتك واليوتيوب طبعا طبعا، بس يعني هقول حاجه، هم ما بيدوش سر كامل. لازم تجتهد انت وتدور وتبحث بالظبط. فجأة يجيب لك جزئية تعرف، بس على الأقل بيحطك على أول الطريق. أكيد أكيد أكيد. رائع. أنا عايز أسمع بقى إيه بحيرة البرولوس مثلا عملت إيه، أول قصيدة عند سعيد شحاتة كده ونسمعها، نسمع القصيدة دي، إيه رأيك؟ لا، ولا محضر لنا حاجة تانية؟ لا يعني أنا محضر، كنت محضر حاجة اسمها متخيلة. لا خلاص كما تشاء. لو عندك، لو عايز تقول حاجة عن حاجة عن الصيد، في ديوان كامل عن الصيد يعني، فممكن نبدأ بيه. ماشي، نبدأ حاجة عن بحيرة البرولوس. ماشي. وممكن أسامة عباس برضو يمتعنا كده ببعض العزف لو حب مع الشعر الجميل. هي انا بديها طبعا بمقطع من ايفان الصيد. الديوان اسمه الصيد للانبياء حوادي. للانبياء حوادي. منهبه الريح قلت المركب يسيري، ونصبر صبر الخشب تحت المناشيري. الصيادين اهل الغلابه الطيبين، فردين شباكهم في السماء من اول الطين ما امتصل على الارض وتحرك في صوره سيد الخايف من البحر البعيد، ومحن روحه بجوة الريح والندى والنخل وولاده الصغار المرغمين على الجوع وعلى الزحمة في شوارع فاضية من الأحياء ومن تنهيدة الشعرة، فاتحين عيونهم زي برص الشمس مفاتح دراعينه الطوال، ومحوط الناس بالدفى والصهد، فاربين ايديهم للنهار ومصممين على العهد، واكفين يمصوا النهد من صدر الشجا، ومقضيين العمر هم وسريجة. يلي جوزك في المالح طبخة الحمام ده لمين؟ طبخاه لامي وابويا ورب العالمين. الصيادين بيحددوا العالم وبيسنوا القرار، جبل الجلوع متوجه الدفة في طريق الغربة، وتسمي العيال اسماء غريبة، وتوشم العواجيز بوشم الشارع الخلف المواجه للجبال الراسيات الشامخات الواجفات، يتعبدوا لله ويترجوا السماء تطرح لبن من صدرها المتحن بالشهد الشاهي النابع من الجنة. الصيادين بيمد يدهم بين نياب السبع ويجيبوا القمر لولادهم الفجرة، يبسوه وينيموه على حجرهم ويناموا جنبه مسالمين مستسلمين لملائكة الملكوت وطعم الحلبة بالنعناع وريحة حلة الرز المعمر بالآيات البينات. نفس الجبال الراسيات بيمرروا ايديهم على جلوب العباد المرعوبين من هجمة البحر المرابط خلف حدوتة أميرة الجن والشاطر سعيد المتهم بمواجهة السلطان أمام الحشية في ظهور البلاط على منبر المراجيح، وبيحموا جسم البنت من حمل النهود البارزة في الصدر الفسيح، ويعدلوا الجسم المعذب من هجوم الاختلال المنتظر لما الدماغ يتهز والقلب المنشر على المصاصب ينضرب كرباج ويتنطط كأنه يمامة صبها نشنج متربص ورا جميزة الصيد الحلال. الصيادين بيلموا أرزاقهم مع لم الشبك من البحر، وبيسجدوا للرب ويبوسوا السماء بعينيهم الصافية البسيطة الملهمة، ويسموا على الغلجان وعلى السناديق، ويرموا الفجر فوق كتف المدينة، ويحتموا بمعوذات الله من العين والغبي وابن الحرام والبصاصين في الرزق وفي لحم الغلابة على الكراسي المنهكة من شدة الغل الدميم والكره والروح الخبيثة الشايفة وبتنكر معاني الحج وقت مرود جنود الرزق على الطرقات. الصيادين بيلموا أرزاقهم مع لم الشبك من البحر، وبيضحكوا لله كما الدراويش،
ويصلوا للفرحة في مكان العيش. الله الله. انت الدراسة بتاعتك ايه؟ انا لسانس اداب لغة عربية. لكن في طفولتك اكيد وصباك اكيد مارست الصيد مع الصيادين في انا لحد ما اشتغلت في الشغلانه الوظيفه اللي انا فيها دلوقتي اللي هي لحد ما جيت القاهره هنا اشتغلت في هيئه اصول الثقافه. جاي من بلدنا تقريبا بهدوم الصيد يعني. مش مبالغه جاي من بلدنا فعلا بهدوم صيدي بهدوم اهلي بتوبي. يعني انت كنت بتطلع في الصيد ده؟ طبعا الى الان ما اقدرش اقول شعر غير بلهجته. بحيره البرولوس لسه بتدي لك نفس الايحاءات ونفس القيم الشعريه؟ بحيره البرولوس بكل الحالات دي يعني موقع كده ممكن تقوله بلغه النقد الواقعيه السحريه، الواقعيه السحريه للحياه بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه لكل اللي ارتبط بيها وجدانيا روحيا جسديا. انت ارتبطت سايب روحك في المنطقه دي من العالم وبتتحرك بجسمك حتى لو رحت يعني اقاصي البلاد. هل تم بيع بحيره البرولوس؟ لكن بترجع ترتاح في المكان ده قوي. تمام. فما بتبص للي حصل له، ايه اللي حصل له بقى؟ بتصاب بالاكتئاب يعني. إيه بحيره البرولوس تم تدميرها تماما زي ما حصل في بحيره المنزله وزي ما حصل في بحيره البردويل وزي ما حصل في بحيره ايدكو تقريبا. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان تم تجفيف مساحات كبيره جدا من بحيره البرولوس. بحيره البرولوس يعني قبل الثوره بس بسنتين او ثلاثه متجف منها حوالي 13,000 فدان. ال 13,000 فدان دولت اتقطع عليهم دولت كانوا بمثابه الحضان بتاع ارزاق الناس في الشتاء. مين اللي جفف ال 13,000 فدان قبل الثوره؟ الحكومه. ليه؟ الحكومه بعد ما جففتهم طبعا حصل مقاومه من اهالينا هناك. جففتهم ليه؟ جففتهم علشان خاطر يحولوهم حاجه غريبه جدا، يتحول من بحيره طبيعيه لمزارع سمكيه، من مصدر رزق للناس الغلابه البسيطه لمصدر شقا وتعب وعناء. انه بيتحول من ان ده دي شغلته، ده مكانه اللي بيشتغل فيه وبيسترزق منه، لا يروح يشتغل عبد هنا في المنطقه الثانيه. طيب ما هو شغال في مكانه، دي مكان طبيعي. يعني المزارع السمكيه دي مثلا كانت الحكومه شايفه وقتها في عهد مبارك انها تطلع منها اسماك اكتر مثلا؟ لا، هم قالوا احنا بنجففها عشان مساحه الرقعة الزراعيه بتقل، ده اللي اتقال من الشركه. لكن في النهايه هي دلوقتي يعني ايه؟ لا اشرحها لي. يعني ايه مساحه الرقعة الزراعيه بتقل فبنجففها؟ فبنجففها عشان نعمل اراضي زراعيه جديده. بس انت قلت بيعملوا مزارع سمكيه. ما انا هقول لك اهو، ما هو ده البند اللي اتجففت تحت منه في البحيره. بعد كده طبعا اللي اخذوها المكسب الاسرع. مين اللي اخذوها؟ اتوزعت على ناس كتيره جدا يعني، بس مش من الصيادين طبعا، لا، الناس اللي هم تقال في البلد. مين الناس دي بقى اللي اتجففت واتبعت لهم؟ مين هم؟ رجال اعمال مثلا؟ تقريبا رجال، انا ما اعرفهم. تقريبا دي في بلدك ومش عارف؟ لا طبعا، اصلا مش هروح اقول لهم انتوا شغالين ايه. دول ناس بتسمع من اهل البلد، ده فلان خد حته الارض دي، ده هم تبع. ما يعرفهمش. هي شركه اسمها شركه زبيده تقريبا، اخذتها قطعت القطعيه ديت وزعتها على الناس دي. 13,000 فدان من مساحه البحيره قبل الثوره. هي مساحه البحيره كلها كام؟ تقريبا حوالي 47,000 فدان تقريبا يعني. طب ودلوقتي بعد الثوره اتخذت مساحات تانية ولا هم ال 13,000 فدان؟ هي بعد اللي حصل، بعد الخناقه اللي حصلت بين الصيادين طبعا وبين الحكومه وهي بتجفف، طبعا اتخذ معظمهم في الفتره دي اترموا في معتقلات. لدرجه الناس ماتت ومحدش اتكلم عنها يعني، حتى الجرايد اللي اتكلمت عنها محدش انتبه لها. بعد كده الناس دي طبعا طلعت كلها طبع خريج معتقلات، فتقريبا ممنوعين من ممارسه الحياه قوي يعني في هناك يعني، لا عارفين يطلعوا يشتغلوا ولا عارفين يعني، بيت مراقبه تقريبا شبه شلل يعني بالنسبه للناس ديت. وفي النهايه اما الثوره قامت جم الميدان ورفعوا لافتات كبيره جدا في الميدان، وبرضه محدش انتبه للناس ديت. قول لي بس، في مساحات تانية اتخذت بعد الثوره؟ لا، هو اما الناس ديت بعد كده ان اهالينا احنا طلبوا ان البحيره تتحول لمحميه طبيعيه. فكان المحافظ في الوقت ده اسمه احمد زكي عبدين. فراح رفع لافته وكتب عليها ان بحيره البرولوس محميه طبيعيه. نعم. كويس كويس. ده كان سنة كام؟ ده كان سنة 2009-2010. كويس. في نفس التوقيت سايبين صرف الأراضي الزراعية بتاع طنطا لحد كفر الشيخ بيصرف في المحمية الطبيعية، فبيرفع منسوب الأرض.
فطبعا الطمي اللي نازل في البحيره ده كله خلى الارض بين الارض والميه مسافتها شبرين او ثلاثه يعني في المنطقه الغربيه اللي هي ناحيتنا دي، فبديل انها تتجفف. فمين هيقف لده؟ مين هيحافظ على المحميه الطبيعيه ديت؟ ولا هي يعني محميه طبيعيه لافته وخلاص؟ 13,000 فدان من اجمالي 7 وكام قلت لي؟ و40,000 تقريبا، انا مش متاكد من الرقم بتاع 47,000. طيب طبعا ده كلام خطير جدا، اذا كانت البحيرات بتاعتنا هيتم تجفيفها كده، ده مصادر ثروه سمكيه ويعني رائعه وطبيعيه، مش لا يمكن ان احنا نوافق على هذا المنطق. ولو كان ده تم في عهد ماضي فيجب ان هذا الوضع يعني يصلح من جديد ولا يستمر على الاطلاق. ده مصدر ثروه سمكيه اساسي، زائد ان هي محميه طبيعيه زي ما بيقول شاعرنا سعيد شحاته. عايز ارجع للفنان اسامه عباس ونسمع حاجه من معزوفاته الجميله نلطف بيها الاجواء شويه. طبعا لان ايوه بعد بحيره البرولوس وبعد ال حاجة هتقول لنا اسمها أسامة مثلا أو نعم. فرانسيسكو تاريجا بعنوان ريكوردز دي لا الهامبرا، اللي هي ذكريات قصر الحمراء. هي ستايل في العزف اسمه تريملو. هي بتحكي قصه فعلا حقيقي. يلا نسمعها. اتفضل. يا ريت المسافة ضيقة. طب ممكن ترجع بالكرسي لورا شوية؟ ده اخره. طيب ممكن نظبط دوت، بس يعني ايه مش عارف، مفيش مكان ينفع مساعد، مش هينفع نظبط دوت كده، هروح خالص. طيب سعيد انت اظبط نفسك يا اسامة قبل ما اتكلم مع الاستاذ سعيد عن الكتابة بالعامية. اخترت ليه الكتابة بالعامية؟ الكتابة بالعامية انا نوهت ان اخترتها عشان اهلي. كان حصل موقف طريف جدا. الكلام ده كان سنة 99. طبعا انا دخلت اساسا لغة عربية، اداب لغة عربية، عشان خاطر فكرة ان انا بكتب بالفصحى او بحب الشعر الفصحى. ففي الفترة دي كنت كاتب قصيدة بالفصحى برضو عن قصيدة سياسية، يعني قصيدة عن صدام حسين في الفترة دي. فطبعا كان لي جوز خالتي انا كان راجل بيسموه عندنا في القريه اسمه الفلاح الفصيح، يعني كان راجل يقعد يكلمنا في سام 3 وسام 6 وصواريخ وجمال عبد الناصر وحزب التجمع والسياسه، كان بيكلمنا في كل حاجه، كان علامه الراجل ده. رغم انه لا كان عفوا اتفضل، كان لا يجيد القراءه والكتابه، بس كان يجيد كل امور السياسه. كان ما بيفوتش مؤتمر خاص بالاقتصاد مثلا في اي حزب يساري، كان ما بيفوتش مؤتمر خاص بالانتخابات، ما بيفوتش مؤتمر خاص بالفلاحين. تمام. فكان عنده اشتياق
غريب جدا ان احنا نقعد نقول شعر. فرحت له طبعا بس رايح على استحياء، رايح وانا مرعوب طبعا من الراجل، لان الراجل كان له راي قاسي جدا. فطبعا دخلت عليه فاستقبلني استقبال الفاتحين، يعني ده ولد عندنا في القريه بيكتب شعر وكده، والواد قال له اقعد بقى عشان تسمعني الشعر بتاعك. فقعدت عشان اسمعه الشعر بتاعي، فبدات فقلت بالفصحى. فبعد وجهه مكات يعني اساريره كده مورده ومتفتح، لقيته فجاه انطفى تماما ليه كده، وقابلني بشكل يعني قابل القصيده بشكل غريب جدا. فبقول له ايه اللي حصل يعني مالك؟ قال لي ينفع تروح تقولها لامك القصيده دي؟ قلت له ايه المانع يعني؟ قال لي هتفهمها؟ قال لي انا عايزك تكتبني، تكتب الفلاح اللي في الارض، تكتب عن الغربان اللي في السماء عندنا في البلد، تكتب عن بحيره البرولس، تكتب عن الصيادين، تكتب عن الفلاحين، بس تكتبهم بلهجتهم. ايوه عايزك تبقى زي هو. طبعا شبه اداني نماذج طبعا في الوقت ده اللي هو كان بيحبهم جدا. طبعا اتكلمنا عن الابنودي وكلمنا عن فؤاد نجم وكلمنا. قال لي عايزك تكتب زي الناس دي ما بتكتب، لان الناس دي بتكتبنا احنا. طبعا ده مش قصده ابدا ان هو يقلل من الفصحى على الاطلاق، الفصحى دي ام العاميه، توصل لاكبر عدد من الناس البسيطه يعني. بس هو كان يقصد ان انا اقول القصيده قبل ما اقولها لحد، اقولها لوالدتي. صحيح، ده منهج. اقولها لنفسي في البحيره، ده منهج لها. اعرف انا واصل لمين يعني. بالظبط. فبعد كده طبعا كتبت نفس القصيده بالعاميه. هنسمعها بس هنكمل مع استاذ اسامه. اتظبط الحال ولا هنشوف كده؟ هنشوف. Thank you.
احنا طبعا بنعذرك برضو لان المكان مش مساعد، بس اعتقد انه وصل القصيدة يعني المعزوفة. طيب احنا هنسمع القصيدة اللي انت ترجمتها للعامية ولا هتسمعنا حاجة متعلقة؟ كتبت حاجة عن بحيرة البرولوس بعد ما حصل فيها دوت ولا ما كتبتش؟ لا، هو الدوان ده اغلبه عن بحيرة البرولوس وكده، بس ممكن نسمع حاجة تانية عن المتخيل. عن؟ اسمها متخيلة. اتفضل. متخيلة، حبك بيطرح كل يوم جوا القلوب المذهلة، حبك بيطرح كل ساعتين قنبلة، حبك بيطرح على المفارق سنبلة في حوض الإمام، حبك بيطرح كل يوم 50 نبي، حبك بيبدر على السكك أزكى السلام. متخيلة، وقف اليمام في الجنة لابس مريلة وعامل طابور، وقف اليمام في الجنة يحلم بالعبور، يرسم نشيد الصبح ويؤم الطيور، ويحيي روحك في العلم ويبوس عجينك في المجور، ويطيب الأحلام على سدر الكنور. وقف اليمام في الجنة يحلف بالوطن، ويبوس تجاوز الصبح فوق خد الكفور، ويعيش بقونة وطوبة في جنينة هطور. وقف اليمام يضحك وكان للجنة سور. متخيلة، لما البيوت العتمة تتحول جسور، وشموس عينيك الطيبة يفتحها نور، والليل على ضلوعك يصير منجد بخور، لما الملائكة يغنوا غنوة حب من بعض السحور، والناس تقف للظلم وتصمم تصور، والبور في لحظة صمت تحبل بالنسور، واما الحسين يفتح ببان الدور ويدن للصلاة. متخيلة، روحك بتفتح للربيع الباب، يدخل مريد بالعنمة والججاب، يفرط في قلبك حكمة الشارع، ويبوس ايديك ويشتغل بواب. متخيلة، ناسك اساور ورد والنيل سلسلة، والمسألة الصعبة البسيطة المعضلة، ان اللي ساجوا المهزلة احتلوا الميدان، وان المجوس اللي انتصر ايام عمر نفس المجوس اللي انتصر ايام يوحنا المعمدان، وان انت اول آية من عب السماء، وان انت اول سفر في ضلوع المكان، وان الوطن في القلب مش في البرلمان، وان الجبان والخاين اللي يبيع وطن هيعيش على مذهب همان. متخيلة، للبيت رب وللإبل راعي، والنيل بتاعك والمدى بتاعي، يم الضفاير توب على كتافي، حجك بدم وهاخده بدراعي، يا برتجان الأرض يا عروق سكري، يا ضحكة طهرة في كف نخاس مفتري، مين اللي باع دمك ومين راح يشتري، يا كفوف بريئة وعيش طري وفرحة وليد، طلعوا البنات في الحارة يتهجوك عيد، وقفوا العيال بالورد على السكة الحديد. متخيلة، لعنيك سحر وضحكتك سلطان، والكلمة منك تتخلق إنسان، يا شراع ومدنة ورايا وحكاية، وحياة أبوك يتحنن السجان. متخيلة، قطر العبيد صفر، قطر العديد عفر على الفرسان، صبح الصليب سلاية من روحك، ووقفنا نهتف بيك على الصلبان، يا أرض يا نهار يا احتضار يا سكوت، باعوا في بشنس وكفرونا في توت، يا بيوت حزينة ويا انتصار مكبوت، واقفين على شطوط الزمن نحلم، واقفين وشايلين الوطن نبوت، واقفين ومش خايفين وبنحاول نضحك ونبدأ رحلتك بالموت. متخيلة،
مش عارف متخيل ولا ايه. الله. لا حاجة جميلة. هو ايه الانتصار المكبوت دوت يا سعيد بيه؟ مفيش يعني، لما تحس بانتصار زي ايه يعني، يشبه ايه ده؟ انك منتصر في شيء فعلا ومش قادر تعبر، في قمع كده، في قمع انك تبقى تعبر عن فرحتك حتى بانتصارك. حتى لو كان الانتصار زائف، بس انت في لحظة من اللحظات بتحس انك منتصر. بس في حاجة كده مخلياك محصراك، مش مخلياك. ده كتب امتى ده الشعر القصيدة دي؟ يعني دي كتبت حوالي 2013 في الفترة دي، بعد الثورة. بعد الثورة. يعني الانتصار المكبوت ده يخص الثورة مثلا؟ طبعا. وازاي في حبك كل يوم ساعتين بتولد قنبلة؟ يعني متخيلة حبك بيطرح كل ساعتين قنبلة ازاي يعني؟ يعني فكرة انك تكون ككائن انت متحرك على الارض قنبلة. انك ممكن يعني تحس ان جواك بيتفجر عشان حب المعشوقة ديت، عشان حب تراب البلد دي، او حب المكان اللي انت مؤمن بيه قوي، اللي انت ممكن تضحي وغير نضحى بروحك عشانه. ده بيفجرك من جوه انت كبني ادم، بيفجر طاقتك كلها من جوه، بتتحول من كائن صايبك هزال، ما انتش قادر تمشي على رجليك لو عندك مثلا 90 سنة او لا قدر الله مريض، الى كائن مارد. وده كان واضح للجميع في ثورة يناير، واضح للجميع اول ما تحس ان البلد بتنادي على الناس. لا، اللحظة الوحيدة اللي الكائن بيتحول فيها، بيتفجر من جواه، بيتحول فيها من كائن مريض ومش قادر يقاوم ضعفه لكائن مارد، لكائن تاني خالص. دي اللحظة الوحيدة تقريبا اللي مريت بيها او شفتها او رؤية العين كانت عشان البلد دي وعشان مصر دي، عشان تراب البلد ده. هي ده التفجير اللي اقصده، دي القنابل اللي انا اقصدها. صحيح. قنابل الداخلية. الحمد لله. قنابل تانية. لا الحمد لله. الحمد لله. عشان البلد مش مستحملة قنابل اخرى. لا خالص. طيب دلوقتي اسامة، يعني الجيتار والعزف. هل بالنسبة لي ده بقى الانتصار. ده الانتصار. ده انتصار. الصناعة الصناعة ولا العزف؟ الاثنين. اني اتعلم العزف على الجيتار واني اصنعه بعد ما اتعلم يعني العزف على الجيتار. دي طبعا يعني فرحة، بتبقى فرحة للبني ادم ان بالذات يعني اعتقد الموسيقى، لان الموسيقى يقولوا عليها غذاء الروح. طبعا مبنى حياته. مش كده؟ هل اختلف العزف بتاعك يعني بعد الثورة وقبل الثورة ولا؟ عامة انا بدأت في 2009. بدأت 2000 قبل الثورة طبعا. ومستمر لغاية وقتي دلوقتي. طب ينفع نسمع حاجة ولا؟ طبعا. حاجة اسمها كابو. بغير بالتون. بيمسك لي حاجة اسمها فول بار. وغير بالتون، اعلي بال. مفيش سن لتعلم الجيتار؟ لا في سن. ممكن في اي سن تتعلم؟ اي سن، لو عندك اعتقد 60 سنة ممكن تتعلم. اللي بيحب حاجة وبيسعى ليها بيدور ان هو يعملها ازاي، او مهما كان سنه. صحيح. مهما كان الفئة بتاعته يعني. صحيح. نسمع حاجة. هي دي المديتيشن بتاعتي انا نمبر 2 رقم 2. تأليف. صدق.
استاذ سعيد فيما تبقى من دقائق عايزين نسمع حاجة عن طرح النهار في فبراير ديوان طرح النهار على نخل على نخل على نخل فبراير ممكن اقول منه حاجة اتفضل ثورة ورق هو ديوان عن الثورة طبعا كله لانه صلح في سلسلة ابداعات الثورة معظم قصائده كتبت يعني ما بين الميدان وبلدنا والشغل مش كده تمام تخير لنا قصيدة ماشي في حدود 5 دقائق يعني حدود دقيقتين ماشي للثورة رب وللميدان فرسان اركب حصانك يا عظيم الشان واخلع ملامح عمرك الدبلان وهز الارض واعلن على المدنى ان موتك فرض ان الاوان للورد يتمرد على الاشواك ان الاوان للجنة تتزين وتستناك ان الاوان للقلب يفتح باب والروح تجف تضحك على الشباك اركب حصانك يا ملاك الروح مدبوح عشانك والوريد مدبوح لهتف وراك واصرخ بصوت مبحوح الناس دناسك والملائكة معاك اركب حصانك يا النهار الجاي وارفع شعارك عالضلوع الني واقطع سكاتك وتوليلك طي واسأل جناين مصر مين وياك مين اللي دانك فوق ساحات الضي مين اللي داس على الورد وتحداك واتمنى موتك وانت ميت حي اركب حصانك يا انتصار القلب على الساحة وازرع حطانة في رملة الواحة الحلم عمره ما يجي بالراحة والريح ما يفردش الجلوع لجبان للثورة رب وللميدان فرسان للثورة رب وللميدان فرسان وللعاشق مدى للثورة رب وللميدان فرسان وللروح منتدى اركب حصانك يا عظيم الشان وما تلبيش ندى واعلن على جموع العدى الاحكام الثورة لسه بتبتدي مبارح والنصر لسه هيتولد قدام للثورة رب وللميدان فرسان. جميل جميل وصلت لإيه الثورة في مخيلتك للثورة رب وللميدان فرسان للثورة رب وللميدان فرسان وللعاشق والحقيقة احنا يعني انا استمتعت بوجودي معاكم واعتقد ان كثير من السادة متابعي ومشاهدي قناة النيل الثقافية استمتعوا بالعزف واستمتعوا ايضا بالاشعار اللي بعبلها كده شعر طالع بطينه وجماله هو هذه الفطرة وهذه التلقائية ومع عزف جميل للجيتار بيعيدنا الى فكرة الجمال فكرة الجمال اللي اتكلمنا عنها في بداية الفقرة انه بيحاصر وانه ربما من ضمن المعارك اللي بناخدها للامام هي معركة ما بين القبح والجمال كلما حاولنا ان احنا نواصل كل ما حاولنا نواصل تقدمنا بيحاول القبح يرجعنا لورا لكن هي معركة هتفضل مستمرة واعتقد ان النفس الانسانية بتميل للفن بتميل للجمال بتميل للثقافة بتميل للوعي بتميل للتقدم عمرها ما تميل للجمود ولا للقمامة ولا للقبح ولا للتخلف ولا للتراجع هي بتميل دايما للتطوير انا بشكر سعيد شحاسة الشاعر وبشكر العازف والجيتاريست أسامة عباس بشكر حضراتكم على حسن المتابعة بعد الفاصل تأتيكم زميلتي فاطمة السردي فقرة عن المهرجان القومي للسينما هنخرج لفاصل من واحد من الأعمال المقدمة في هذا المهرجان ثم نعود مع ضيوفنا للاستمتاع او للتقييم المهرجان القومي للسينما بعد الفاصل
إلى اختتم المهرجان القومي للسينما المصرية. جدير بالذكر أن هذا المهرجان كان مخصصا للأفلام الروائية فقط، ولكن تم إشراك الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيما بعد حول، وكان آخر دورة اللي هي السنة دي تقدم حوالي 100 فيلم تسجيلي وروائي قصير في المسابقة. حول المشهد التسجيلي السينمائي التسجيلي في مصر نتوقف في هذه الفقرة مع ضيفنا الناقد السينمائي كمال القاضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. أهلا فيك أستاذ كمال. يعني قبل ما نتكلم عن المشهد السينما التسجيلية، عايزين نتكلم عن فكرة طرح السينما التسجيلية نفسها في المهرجان القومي للسينما المصرية. والله قبل المهرجان القومي للسينما الروائية، ما ياخد في الاعتبار أهمية السينما التسجيلية، كانت السينما التسجيلية والرواية القصيرة يعني في حالة غبن شديد، بتتعمل ويتصرف عليها وفيها أفكار جيدة جدا وليها صناع مهمين للغاية ومخرجين ومبدعين، وفي النهاية بيتم ايه تتحط في العلب وفي الدواليب، وفيه عشرات الأفلام بل مئات الأفلام في المركز القومي للسينما محدش يعرف عنها حاجة، نظرا لأنها كانت سابقة، إنتاجها سابق على تاريخ الحاق السينما التسجيلية والرواية القصيرة بالمهرجان القومي للسينما الروائية، وتغيير اسمه إلى مهرجان السينما المصري. وأنا شايف إن ده كان إنجاز حقيقي يعني للمهرجان نفسه، إن يبقى عامل حساب السينما التسجيلية ويرد لها اعتبارها ويشركها كعنصر فاعل وأساسي وضروري في المسابقات وفي المواسم، ويتيح للجمهور والنقاد والسينمائيين فرصة مشاهدتها، وكمان فرصة صناع الأفلام نفسهم أن يشاركوا، وده من حقهم يشاركوا ويتسابقوا على الجوائز. فده الإنجاز الأهم بالنسبة للمهرجان. يعني إنجاز كبير أن الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية يعني وصلت لحد 100 فيلم، في حين الأفلام الروائية 14 فيلم في المسابقة. يعني كيف تقرأ هذه الأرقام؟ هو ده الطبيعي، لأنه تكلفة الفيلم الروائي الطويل أضعاف الفيلم التسجيلي أو الفيلم الروائي القصير، فالتباين أو يعني الزيادة في الفيلم الروائي الطويل في الفيلم التسجيلي أو القصير ده شيء طبيعي ومعهود ومتوقع. لكن العبرة هنا مش بحجم الفيلم ولا بنجومه، بأهميته ودوره وفعاليته وتأثيره. أنا شايف إلى الآن باستثناء بعض الأفلام الرواية الطويلة للنخبة من المخرجين كلنا عارفينهم، لازالت السينما التسجيلية ولازالت السينما الروائية القصيرة هي الأميز والأهم والأكثر ضرورة بالنسبة لمجتمعنا. أستاذ كمال، ليك كتاب قديم شوية سنة 2008 نفتكر مع بعض هذا الكتاب، السينما شاهد إثبات، طبعا بتكلم عن السينما التسجيلية. لكن قبل ما نرجع للتاريخ السينمائي، عايزين نتكلم شوية عن ثورة يناير وما أحدثته من طفرة في صناعة السينما التسجيلية والروائية القصيرة. ثورة 25 يناير كانت الحدث الجلل اللي انطلقت منه أفكار كثيرة جدا، وانطلقت منه تجارب بغرض التوثيق للثورة من ناحية، ومن ناحية تانية هي عملت حراك حقيقي في الأفكار وفي المشاعر حتى على المستوى الوجداني. الناس بدأت يعني تعلن عن تجاوبها مع ثورة 25 يناير بالفيلم التسجيلي وبالفيلم الروائي القصير. يمكن لم تدرك هذا الأمر السينما الروائية الطويلة، وخدت وقت طويل يمكن سنة أو أكثر من سنة علشان تخرج لنا بفيلم يعني يتكلم عن الثورة. وأنا أتصور أنه كان أول فيلم روائي طويل كان صرخة نملة، وكان هو لحسن حظ الفيلم أنه كان أصلا جاهز، حسن فككوه وأضافوا لي مشاهد معينة عشان يبقى متماشي ومناسب للأجواء الثورة. ده كان الفيلم الأول من وجهة أو يعني حسب اعتقادي الفيلم الأول الروائي الطويل. لكن السينما التسجيلية والروائية القصيرة هي اللي مشت أو مشيت بحذاء الحدث الكبير جدا اللي هو ثورة 25 يناير، وشفنا أفلام مهمة. يعني شفنا مثلا الفيلم المهم جدا اللي هو بيتكلم عن ثلاث طوائف مهمين كانوا مصدر تركيز الجمهور في ثورة 25 يناير، اللي هو الشعب والقوى الأمنية أو البوليس يعني والمثقف. ثلاث شرائح دول
هم اللي مثلا السينما التسجيلية سلطت عليهم الضوء وعملت منهم فيلم مهم قوي قوي للغاية، ده اتعرض أثناء الثورة أو بعدها بقليل يعني، وهكذا يعني. يعني صارت السينما التسجيلية والرواية القصيرة في مضمارها الطبيعي أثناء الثورة، ما هي دايرة وشغالة ومحتدمة ومستقبة. فهنا كان الأهم يعني في موضوع السينما التسجيلية، وده اللي خليني أنا مثلا أنا من وجهة نظري بنحاز لها ومنحاز لها كمان من قبل الحكاية دي بكتير. وفي الكتاب اللي هو السينما شاهد إثبات، أنا كنت عامل نوع من الاستشراف. استشراف هو الفيلم، الكتاب بالمناسبة بيتكلم عن السينما التسجيلية والرواية القصيرة فقط، يعني ما جبتش سيرة الرواية السينما الطويلة أبدا، لا فيما نظر بعض الحاجات وعملت لها استثناء، وفيه حاشية كده حطيت مقدمة عشان أقول إن ده مستثنى مش هو الموضوع. اللي استشرفت من خلال الأفلام اللي اتعملت إن في ثورة قادمة، لا بد من في نهاية النفق يبقى في ثورة منتظرة، وحصل فعلا. إيه الأفلام اللي دلت على كده؟ هنلاقي مثلا من ضمن الأفلام اللي أنا ذكرتها في الكتاب واتكلمت عنها فيلم مثلا اسمه ولاد الكبش للمخرجة أمل فوزي، وده من الأفلام اللي عجبتني جدا. بيتكلم عن سكان قلعة الكبش، الطبقات الفقيرة جدا، الناس الغلابة المهزومين طول الوقت. صحيح هم عندهم صبر وعندهم جلد وعندهم دأب، لكن مهزومين بمعنى إنهم مش واخدين حقوقهم، يعني طول الوقت محطوطين في مواجهة مع الفقر، مواجهة مع العوز، في مواجهة حتى مع الجهل، في مواجهة مع أنفسهم، في مواجهة مع القوى الأمنية الأشرس في وقتها. حضرتك بتطرح سؤال مهم أستاذ كمال عن شاهد الإثبات قبل الثورة وبعد الثورة، يعني كيف اختلفت الأفلام التسجيلية في رؤيتها السياسية وفي طرحها السياسي في المرحلتين؟ السينما التسجيلية قبل ثورة 25 يناير كانت أكثر عنفا، لأنه العنف بالعنف يذكر، عارفة إزاي؟ لأنه هو كان في الحياة كلها كانت بجر، وحياة فيها تجبر وفيها اضطهاد شديد جدا، وده كانت الدواعي الطبيعية لثورة 25 يناير. كان لازم السينما لا تدلس، يعني السينما لم تدلس على الإطلاق، بل بالعكس كانت كاشفة وكانت يعني تميط اللسان عن عورات المجتمع، وكشفت قضايا كتير. يمكن أنا ذكرت مثلا ولاد الكبش كنموذج، في فيلم تاني مثلا اسمه اسطبل عنتر لشريف البنداري. الاسطبل عنتر ده بيتكلم عن شاب باع كليته ب 8000 جنيه، تخيل الرقم 8000 جنيه، واحد يفرط في كليته عشان 8000 جنيه. ليه 8000 جنيه؟ لأنه أمه مديونة بهذا الرقم بهذا المبلغ، وكل شوية يروح لها الناس أصحاب الحقوق ويجيبوها على الاسم أو حسب ما هو قايل يجرجروها، لأنه له شهادة موثقة في الفيلم هذا الشخص يعني، قال كل شوية يجيبوا والدتي يجرجروها بنفس النص كده على الاسم. فقرر انه يبيع كليته، لانه ده كان الحل الوحيد قدامه عشان يعفي امه من هذه الاهانة والمهانة الشديدة. الفيلم هنا شريف البنداري اعتنى بهذه الحادثة كثيرا، وخدها مقدمة او خدها تكئة او محور ارتكاز اللي يتحدث عن واقع اسطبل عنتر، هذا الحي الموجود في السيدة زينب الشديد الفقر، يتكلم عنه ويتكلم عن احتياجات أهل الحي وسكانه والناس المظلومين والفقراء والبؤساء. في مشهد من الفيلم بيجيب أسرة بتجيب العيش، فيبقى فيه عليه حشرات كتير، حشرات، فيزيح الطفل الحشرات بإيده من على وش الرغيف ويغمسه بلا شيء ويأكله. يعني الفيلمين من السيدة زينب أستاذ كمال، أيوة. يعني قلعة الكبش واسطبل عنتر من السيدة زينب. الثورة انطلقت من ثورة السينما التسجيلية، انطلقت من حي السيدة زينب. السيدة زينب، وعلى المستوى الواقعي برضو على فكرة كان أهل السيدة زينب كان أول ناس شاركوا في الثورة. طب تأصيل مهمة جدا في تاريخ الثورة، ثورة يناير. نعم، كانوا أول ناس تحركوا في الاتجاه المسيرات اللي رايحة التحرير يوم 25 يناير، ووصلوا هذا الكفاح وهذا النضال طوال 18 يوم اللي هي أسقط بعدها النظام بعد يعني جهد جهيد من الشعب الباسل العظيم.
استاذ كمال، يعني رغم ان افلام ما بعد يناير توصف بالثوريه وتوصف بانها افكار تقدم شاهد اثبات سياسي، الا انها غلب عليها التوثيقيه اكثر منها الابعاد، يعني الافكار الثوريه نفسها. ما سبب ذلك في رايك؟ ده قبل يناير ولا بعده؟ بعد يناير. بعد يناير غلب عليها التوثيق والتسجيل بالمعنى الحرفي، وليس يعني قبل الثورة كان في أفكار عن الثورة، بعد الثورة بقى في صورة للثورة وليس أفكار للثورة. كويس قوي. السبب بقى إنه الثورة نفسها عبرت عن نفسها بشكل واقعي في 18 يوم اللي هو من بداية 25 يناير أو في من بداية تاريخ 25 يناير. فبقى الباقي من الثوره بعد الحدث، بعد تحقيق الثوره نفسها، بقت الظلال الظلال اللي كل واحد شايفها من وجهه نظر. يعني حد شايف هذه الظلال انها ظلال ايجابيه، وان الثوره بدات يعني تعرب عن افكارها الطبيعيه، ان احنا بعد هذه الثوره لابد من ترتيب الاوراق، ولابد من اعداد خريطه جديده، خريطه سياسيه وخريطه اجتماعيه وجدوله لاحتياجات الشعب والبرنامج اللي يعني متفق عليه فيما بين الثوريين. فهو ده اللي جعل فيه تباين في ما بين الافكار قبل 25 يناير، افكار السينما قبل 25 يناير اللي هي اصلا كانت بتهدف الى الثوره وحققتها بالفعل، ثم الافكار ما بعد 25 يناير اللي هي فكره ارساء قواعد الثوره وقراءتها على مناحي وعلى اوجه كثيره جدا. كل فيلم حاول يقرا الثوره من وجهه نظره. يعني مثلا يعني اذكر في فيلم تاني كان اتعمل اثناء حكم المجلس العسكري، اصحاب هذا الفيلم حاولوا يقولوا لنفسهم، الفيلم اسمه الشغب ليه، لان هم مجموعه شباب كانوا دايما بيسموهم المشاغبين، فهم عايزين يقولوا احنا مش بنشاغب احنا، او هم قالوا يعني خدوا من توصيفهم من الناس وحاولوا يفسروا هذا التوصيف. الشغب ليه؟ قال الشغب لان احنا يعني شايفين ان لسه الثوره، ثوره 25 يناير لم تكتمل بعد، دي وجهه نظرهم. فبداوا يتكلموا، يستدعوا الحوادث اللي كانت اثناء الثوره، اللي هي حصل فيها نوع من العدوان على بعض الثوريين، او الصدام اللي حصل ما بين بعض افراد الامن وبعض المجموعه الثوريه يعني، وهؤلاء الشباب وهم يعني ناضجين جدا من الناحيه السياسيه، صحيح ممكن يبقى عندهم نزق او عندهم مراهقه، بعض المراهقه السياسيه، لكن هم افكارهم ناضجه، بمعنى انه اهدافهم نبيله، عندهم اهداف نبيله جدا، فحاولوا يوضحوها في هذا الفيلم. الشغب ليه؟ ان احنا مش مشاغبين، احنا مسالمين جدا، احنا بنحب هذا الوطن زي كل الناس اللي بتحبه، زي حراس ما بيحبوه، زي بقيه الشعب الثاني اللي قام في 25 يناير، وعايزين نستكمل الخريطه. وهذا الفيلم اتعرض ونال استحسان، يعني هو بس اتعرض في 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 نطاق ضيق، لانه للاسف ما لقاش النوافذ الرسميه اللي تعرضه. وانا كنت شايف انه لو هذا الفيلم اتعرض كان يبقى درس للواقفين على اعتاب ما بين الثوره ولا ثوره. في ناس كانت كده، كانت ايه، مرتجفه وخلاص، لا هي عايزه تشارك في الثوره ولا عايزه تشارك في التغيير، ولا حتى اصلا مادة بيها لهؤلاء الشباب اللي بينوب عنهم في انه يصحح مفاهيم او هكذا يعتقد انه بيصحح مفاهيم. لو كان الفيلم ده اتعرض كان ادى فرصه لفهم هذه الجزئيه من الواقع الثوري في الفتره اللي فاتت. يعني على ذكر وجهات النظر، يعني وجهات النظر تعني التأييد والرفض. معظم الأفلام التي تناولت فترة ما بعد الثورة أو الثورة كانت مؤيدة بشكل أو آخر للثورة، لم يكن هناك وجهة نظر أخرى. يعني بشأن هل ترى سبب غياب وجهات النظر حول هذا الموضوع؟ اللي حصل مش ان هو بقى يعني نوع من الجبن، ما كانش كده، يعني ما هماش الثوره، السينما التسجيليه لم تجبن
والروايه القصيره لم تجبن، لكنها غيرت مسارها. يعني في افلام تاني اتعملت بعد ثوره 25 يناير، يعني مثلا من سنه في فيلم اتعمل اسمه لقمه عيش، فيلم حلو قوي قوي، مدته 8 دقائق او 8 دقائق، عامله اسلام رسمي شاب صغير، والفيلم ده طاف، راح شارك مهرجانات كتير جدا في العالم. الفيلم بيعرض بشكل هادي جدا وغير مباشر، اللي هو ايه، بيتكلم عن شاب يعني انقطعت بيه سبل الرزق كلها، وما بقاش عنده، هو جامعي ما بقاش عنده وسيله غير انه يمسح عربيات ويغسلها وكده، دي الشغلانه اللي قدر يلاقيها. فبيحاول انه يعمل قرايه يعافر في الحياه يعني عشان يكسب. فالمخرج هنا التقط هذه الفكره وعبر عن هذه الشخصيه، واعتبرها يعني شخصيه اعتباريه، هي شخصيه اعتباريه ممثله لقطاع كبير جدا من الشباب، في كتير جدا من الجامعين والخريجين مش لاقين شغلانه الا هذه الاعمال الدنيا، لانه ما عندوش فرصه تانية. فاسلام رسمي هنا خد هذه الشخصيه الاعتباريه وعمل منها فيلم وخلاه ايجابي، خلى البطل ايجابي. هو فيلم واحد بس، هي مونودراما، يعني تقدر تسميها مونودراما، شخص واحد اللي بيدور حواليه الحدث، اللي هو بيروح يمسح العربيات، فيجي وقت الغداء فيروح عشان يجيب اكل، فيجيب علبه كشر ويجيب رغيف، يجيب علبه كشر عشان الرغيف عشان يحط فيه الرز، لانه لو كل علبه الكشر لوحدها ممكن ما يشبعش وما يقدرش يجيب علبه ثانيه، خلي بالك من المعنى. فراح جاب علبه الكشري وفتحها وطلع فوق السطوح عشان ياكل، فلقى فيها مسمار، فطلع المسمار وبدا ياكل شويه، ولقى وفتح الرغيف فلقى في الرغيف فتله، وبعدين لقى ابره، وبعدين لقى زلطه. طب يعمل ايه؟ هو عايز يحول هذه الـ 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 الاشياء السلبيه كلها، هذه الـ يعني الوقفات اللي هي كان كانه يعني بيمر بتحدي انك مش هتاكل، هو ده منطق الفيلم. فعمل ايه؟ راح جاب المسمار وجاب الزلطه ودق المسمار في الحيطه وعلق عليه القميص، وجاب الابره وخيط بيها القطع اللي كان في البنطلون بتاعه. فهنا عايز يقول ان والفتله طبعا استخدمها في الخياطه، عايز يقول ان كل شيء سلبي يمكن تحويله الى طاقه ايجابيه، ويتحول من 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 شيء ضار جدا ومزعج بالنسبه للمأزوم، يعني الشخص المأزوم، الى شيء ايجابي ومغير للواقع. ده مثلا نموذج، ده فيلم. فهنا هو بيحاول يلفت النظر لفكره الجوع، واحد بيصرخ انا جعان بس انا هعمل ايه عشان لازم ابقى كذا وكذا وكذا. دي لمبه حمراء بيضيئها المخرج او بتضيئها السينما التسجيليه في وجه المجتمع مره اخرى بشكل تحذيري، انتبهوا هناك جوع، ما زال هناك جوع. سؤال اخر استاذ كمال حول هذا الموضوع، يعني الافلام اتكلمت عن الثوره والفكر الثوري والروح الثوريه، لكن ماذا عن النضج السياسي؟ هناك ملحوظه كبيره ربما تكشفت مع الوقت ان في مشكله في التعاطي السياسي ونضج الشباب سياسيا ومشاركتهم سياسيا في هذه الثوره، هل انعكس في الافلام؟ هل يمكن تحليله في افلام الشباب؟ يعني السينما التسجيليه حاولت يعني تقف على عتاب هذه الفكره، يعني تشير اليها فكره انه الثوره مش معناها انك انت تبقى شخص هستيري طول الوقت، يعني الثوره مش اعلان التمرد ل 24 ساعه، لا، الثوره هو حاله من الفوران يعقبها حاله من التاني والتفكير، انت خلاص احدثت الثوره، عملتها بالفعل. فالمرحلة التالية المفترض انها تكون هي مرحلة التأني ومرحلة القراءة ومرحلة ترتيب الأوراق زي ما قلنا، مرحلة الإعداد، انت بتعد نفسك كمان، انت ثوري قمت بثورة خلاص، عد نفسك بقى للمرحلة اللي بعدها. فالسينما التسجيلية انتبهت لهذه الإشكالية، وعشان كده تغير مسارها زي ما قلت لحضرتك، هي غيرت مسارها لنفسها، فبدأت مثلا تعمل ايه، تستدعي بطولات الناس القدامى. فعملوا أفلام عن الشخصيات مرموقة وقادة مثاليين جدا جدا في القوات المسلحة مثلا، يعني فاتعمل فيلم عن الفريق سعد الدين الشاذلي، وانا شرفت بعرض هذا الفيلم في محافظات مصر، حملت هذا الفيلم ورحت به محافظات كثيرة جدا جدا في اطار الرسالة اللي بتقوم بها ادارة السينما
بوزارة الثقافة، ودي إدارة يعني أنا بنتهز الفرصة عشان أحييها لأنها بتقوم بدور مهم جدا فيما يخص السينما ودورها الحقيقي، بعيدا عن فكرة السينما والسينما الهزلية والكلام المثار حاليا. يعني دلوقتي السينما متهمة، واخدينها عاطل على باطل، السينما التجارية زي السينما سينما الجوائز والمهرجانات، زي السينما التسجيلية، زي السينما الرؤية الطويلة، كل ما هو يمت للسينما بصلة متهم، نظرا للعواصف اللي يعني أحدثتها هذه الموجات السينمائية الرديئة. فإدارة السينما هنا بتحاول تقول لا، يعني السينما مش كلها حاجة واحدة، السينما فيها الجيد وفيها الرديء وفيها اللي يعني بيحاول يحل الأزمات الاجتماعية، ويحاول يدخل شريك متضامن مع الشباب السائر، يدخل شريك متضامن مع فكرة الحريات. يعني هناك أفلام كثيرة بتتكلم عن مفهوم الحرية، مفهوم الحرية، ما هي الحرية وما هي حدود الحرية؟ هل الحرية فقط في أن أنا يعني أعلن عن فرصيتي وأن أنا أتحدى النظام القائم وأن كذا؟ لا، مش بس ده جزء، يمكن يكون ده جزء من ملمح الحرية، لكن الجزء الأكبر فيما يخص الحرية هي أول حاجة اعتياد الحرية من ناحية، وترجمتها في سلوكة الفردي، في سلوك الشخص. يعني أنا أولا أبقى صاحب سلوك مسؤول، أبقى شخص مسؤول عما أقوم به من تصرفات، ثم بعد كده أدور في عجلة المنظومة الفكرية المتصلة بفكرة الحريات وهكذا. السينما الجيدة والسينما المحترمة هي السينما اللي بتناقش هذا الموضوع، وما أكثرها بالنسبة للسينما التسجيلية. يمكن يعني بيحترني مثلا دلوقتي في الكتاب السينما شاهد إثبات، أنا تكلمت عن السينما الاتحاد الأوروبي، كان وقلت كان في عنوان كده ما زلت فاكره، يعني كتبت أمريكا تطبخ السياسة على نار هادئة، كان ده فصل، عنوان فصل في الكتاب، السينما أمريكا تطبخ السياسة على نار هادئة، لأنه كان في فيلم بيتكلم عن فكرة الطبيخ وعلاقته بالسياسة. يعني شوف، هو طبعا فيلم أوروبي بيحاول يعطي يعني يوجد عوامل مشتركة بشكل فانتازي ما بين طبخ السياسة وطبخ الأطعمة، وقدر يوجد مشتركات فعلا على بشكل كوميدي، مشتركات ما بين ده وده، انه مثلا في دول الاتحاد الاوروبي او في الدول او الولايات المتحده الامريكيه على وجه التحديد، لما بتقرر نشر فكره معينه مثلا لها علاقه بالمجتمعات الفقيره او لها علاقه بالعالم الثالث او لها علاقه باي شيء ذات صله بالسياسه، ما بتفاجئش العالم بيه، تبدا ستيب باي ستيب كده طبيخ على نار هادئة. فده كان ده كان من الأفلام اللي عجبتني جدا، فيلم مهم قوي. هنا بيحاول هو يخاطب الشرائح العمرية اللي هي ما بين 18 و20 سنة، اللي هو يعني عايز يقول لهم عيدوا النظر في أفكاركم، عيدوا النظر في الأفكار السياسية الساخنة المتقدة، عيدوا النظر فيها. لو عدت النظر بتمعن وهدوء، هتلاقي نفسك هذا الانفعال اللي جواك هيتسرب، وتبقى شخص مفيد جدا جدا ونافع جدا جدا، وتترجم قناعاتك السياسية اللي هي حقك في الحياة وحقك على المجتمع، تترجم بشكل إيجابي. يعني بنجد أن الشارع يثور أكثر، يعني يثور بالمعنى التسخين وليس بمعنى الثورة. أيوة. ويتفرق وينقسم أكثر. الفكرة اللي حضرتك طرحتها ربما مطروحة في فيلم أجنبي وليس في فيلم مصري، هذه الفكرة في مصر، يعني نجد أن الشباب الآن أكثر حماسة وأكثر عاطفية فيما يتعلق بالسياسة. أيوة طبعا، احنا ما زلنا في توابع الزلزال، يعني هو زلزال بس مش زلزال اكتوبر اللي دمر وكان واحدث يعني خسائر، لا، 25 يناير كانت زلزال زلزل القاعدة اللي كانت ثابتة من الفساد، هذه القاعدة اللي كانت ثابتة جدا ولها اركان من الفساد، 25 يناير بفعل الشعب وبقوة الشعب زلزل هذه القاعدة وفتتها. اللي حصل
يعني بدأ الناس، بعض الناس بعد ما حصل هذا الانتصار في 25 يناير للشعب استمرأوا فكرة انه كل شوية يبقى فيه توابع لهذا الحدث الكبير، واحنا ما زلنا في طور التوابع، هذه التوابع بس هي التوابع متباينة، في منها التابع الإيجابي اللي هو بس بيعطي مؤشر يقول نحن هنا للشعب، يعني الشعب بيقول احنا هنا، عايز يقول للنظام القائم ان في شعب لازم يحترم، يحترم في كل شيء، يحترم في الانتخابات، في الاستفتاءات، في كل حاجة. ده ما فيش منه مانع، يعني ما فيش خطورة، لانه هو برضو مش بيحصل بشكل عدواني ان انا اقول ان انا موجود من غير ما اتعدى على الاخرين، فده ما فيهوش اي حاجة. لكن الاخطر ان انا اعلن عن وجودي بشكل سلبي، ابدأ بقى اكسر واخرب واعلن، يعني ادعو الناس وهناك زي مثلا الفريق المناوئ او الجماعة المناوئة، هذه الجماعة المناوئة طول الوقت في حالة عراك مع الناس، مع الشعب، في حالة عراك. الثورة انتهت واحنا في مرحلة انجاز ما بعد الثورة، وهم لسه مصرين على انهم يعملوا ثورة موازية، ثورة اخرى، مش ما هي الثورة، هي جرائم، هي مجموعة جرائم منظمة يتصوروا هم انها جزء من الثورة او امتداد لها، وهذا المفهوم الخاطئ. قد يلتف حواليهم بعض الشباب المضطرب او بعض الشباب المغرر به او بعض الشباب القاصر سياسيا، وده رجوع لسؤال حضرتك، قد يعني تاخدوا الحالة دي او يعجب بها لانه هو لسه لم ينضج بعد. هو احنا ممكن نميز بين المصطلحين، يعني مصطلح الفوران وفكرة البركان الذي يقذف حمم بركانية، وفكرة الثورة المستمرة كمان النهر او عملية البناء. يعني عودة لكتاب حضرتك السينما شاهد اثبات، كان في فصل مهم جدا عن سينما نجيب محفوظ، يعني الافكار الثورية يعني هي ممتدة في جذور السينما المصرية وفي حالة تطور مستمر وفي حالة بناء مستمر. كيف ترى تطور هذه الفكرة انطلاقا من قصص نجيب محفوظ القصيرة التي تحولت إلى أفلام؟ الأفلام أنا اللي خلاني يعني وجه نظري، لأن أنا أبقى أنتبه لأفلام نجيب محفوظ القصيرة، أو يعني حاجتين الحقيقة. فيلم عمله المخرج الكبير هاشم النحاس عن نجيب محفوظ الشخص والمبدع والإنسان، وتتبع مسيرته وصوروا هو بيتمشى تمشيته اليومية على كبرى قصر النيل، ثم إلى مقهى علي بابا في وسط البلد، ويعني وهو بيكتب، وهذه الحالة الإنسانية الرقيقة الجميلة اللي عملها هاشم النحاس بمنتهى العواطف والتدفق الإنساني، ده خلاني أخلي بالي أنتبه إنه هناك نوع مختلف عند نجيب محفوظ يندرج تحت هذا المسمى سينما شاهد إثبات. ده جزء. الجزء الثاني في فيلم لمذكور ثابت المخرج ورئيس المركز القومي الله يرحمه الراحل مذكور ثابت، عمل الأصل والصورة عند نجيب محفوظ، وعمله ثلاث شخصيات، فيلم كان روائي قصير من ثلاث قصص، هو مركب جدا، وأنا يعني خدت جهد فيه كبير عشان شفت الفيلم أكتر من مرة عشان أستوعبه وأقدر يعني أفرز ما وصلني منه على الورق، ويا رب اكون للي قرا الكتاب يا رب اكون قد وفقت في ده. هذا الفيلم مثلا الاصل والصوره كان بيتكلم عن برضو ازمه المجتمع من الداخل، وهو كان يعني بيخص بالذات المراه اللي هي دلوقتي متجليه، احنا شايفينها دلوقتي في صور متجليه جدا، يعني المراه كان في الوقت اللي عمل فيه نجيب محفوظ الاصل والصوره وخدها عنه مذكور ثابت، كان عايز يقول ان الواقع المرأة واقع خاص جدا شديد التركيب وشديد الخصوصية وشديد الأهمية. فأنا برضو كون نجيب محفوظ اهتم بالمرأة وان السينما يعني التقطت هذا الخيط عجبتني الفكرة، فقررت ان انا اعمل قراية او قراءة موازية لهذا الفيلم واضمه للكتاب، وكمان اغراني ده بان انا اجعل نجيب محفوظ فصل اخر خاص بالسينما الروائيه الطويله بتاعته اللي اتعملت، اللي كان ليها يعني سمت بعد تسجيلي، يعني انا ما اخترتش اي افلام، مش اي عينات،
خدت الافلام اللي ليها يعني بعد تسجيلي ولو كده من ريحه، يعني اللي هي مثلا زي الشحاذ، اللي هو فكره هذا الانسان المغترب في هذا الكون في هذا العالم الباحث عن نفسه وعن يعني معنى للحياه معنى وجوده هو. طبعا قام بدور الفنان القدير محمود مرسي. الشحاذ فيلم يعني جدير بالتأمل وجدير بالتوقف، وكل مشهد فيه محتاج تحليل، كل مشهد محتاج يعني فصل من كتاب لأنه مش حاجة عادية. كمان مثلا أفلام تانية برضو لنجيب محفوظ لها نفس الاعتبار ولها نفس الخصوصية، برضو بتدور حوالين فكرة الإنسان، وأنا شايف أن ده هي كان بتعكس حيرة نجيب محفوظ نفسه. كانت يعني أسئلة كبرى في الفلسفة وفي التصوف، يعني في أعماق كثيرة لقراءة نجيب محفوظ. يعني إحنا يعني في مقارنة هنا برضو بين الأفلام الروائية القصيرة المأخوذة عن قصة قصيرة يعني اللي قام زي نجيب محفوظ، والأفلام التسجيلية اللي مأخوذة عن أفكار عابرة. يعني هل تحولت السينما التسجيلية إلى فكرة الفكرة الفلاش أو الضوء اللاقط كده، أم ما زال هناك جذور فلسفية وبتطرح أسئلة إنسانية كبرى؟ الحالي فيما يتعلق بالأفلام الأحدث هي بتعتمد على اللي حضرتك قلتيه دلوقتي، الفكرة الوميض العابر او الفكره الملتقطه. يعني مثلا في فيلم لشريف البنداري برضو اسمه صباح الفل، كان بطوله الفنانه هند صبري. صباح الفل ده مضغوط قوي، مدته قليله يعني يمكن برضو 10 دقايق واقل كمان. كل الفيلم بيدور حوالين البطله معاها مفتاح باب الشقه، والمفروض انها خارجه الصبح رايحه شغلها وعايزه تقفل من بره، تقفل باب الشقه وعشان تامن تبقى امنه على الشقه، فتحط المفتاح في حته وتدور عليه ما تلاقيهوش. ودي حكايه ورطه ممكن كلنا بنقع فيها. وهي خلاص باقي دقايق، المفروض هي مرتبطه بتوقيت لازم تروح الشغل في توقيت معين، والمفتاح ضايع، وهي عايزه تخرج وعايزه برضه مصره على انها تقفل الشقه بالمفتاح زي كل مره. فهنا حيره البطله وتداعي افكارها، تداعي والتصعيد الدرامي اللي عامله الشريف في هذه اللحظات القصيره شديده الاهميه المتلاحقه، يخليك انت تحترمي هذه اللحظه وتحترمي المخرج اللي فكر ان يحول هذه اللحظات المتتاليه المتتابعه السريعه لفيلم مهم، مع انها كلنا بنمر عليها مرور الكرام وعابر وكلنا بنمر عليه بمرور الكرام، ما حدش بياخد باله، لكن ده الفرق بين المبدع ولا مبدع. زي ما بيتقال الافكار على قراعه الطريق موجوده في كل حته، بس مين المبدع اللي يلتقط الفكره وياخدها ويحولها لعمل فني فلسفي فكري بهذا الشكل. فهنا برغم ان هو فكره عابره ولا قطه زي ما سيادتك قلتي، لكنه برضه يعني بينطوي على شيء فلسفي برضه، فكره ان الذاكره تعطل لحظه الانفعال الشديد. حتى في مثل دارج بيتقال ايه، يا مستعجل عطلك الله. يعني هي فكره انك انت مهما استعجلت مش هتاخد الا المقنن ليك على مستوى الوقت ومستوى الزمن ومستوى ال للتفاعل. يعني السينما بتطرح لغتها الخاصة الكثيفة من خلال اللقطات السريعة جدا يعني، والإنسانية أيضا بالضبط. في ختام هذا الحوار أشكر الناقد السينمائي الأستاذ كمال القاضي، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من أما بعد، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.